السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنصوبوها الطقيشرات اللي بالغرزة الإنجليزية. ساهلين ماهلين، غادي نديروهم غير طرف واحد هكا نعبرو، كتشد رجلك كتعبر عليها وكتعبر الطول. هذا غادي يعطيك عدد السلاسل اللي غدير، لأن كتعبر الطول درجلك والعلو شحال بقيتيهم عاليين، تما كتجيب شتي هي كتجيب داك الساعات عدد السلاسل اللي غادي دير، لأنهم يعني هما كيتخدمو طرف واحد هكا عبر رجلك وطلع. هذاك هو عدد السلاسل اللي غنديرو. انا درت ديال الكبار ودرت وحيده ديال البابي، وحيده غنديرها معاكم. اذا ها هي شفتوا، ها هو عدد الرجيله ديالو والعلو اللي بغيت، هو عدد السلاسل اللي غندير. اذا بالنسبه شنو غادي نحتاجو اولا باش نصاوبو هاد التقشرات؟ غنحتاجو طبعا الصفاح، كروشيه، مقص وليبرا. الكروشي راني استعمل الكروشي رقم 5.5 على حسب الصوفة ديالكم، كل واحد يستعمل الكروشي اللي يصلح ليه مع الصوفة دياله. اذا باش غادي نبداو، اولا غادي نديرو غرزة، غنديرو عقدة البداية، هذاك العقيدة اللي كنديرو في الاول، عقدة عادية. اذا وكنلوي الخيط وغندير السلسله الاولى. كيقولت لكم السلاسل راه على حسب طول درجل والعلو شحال بغيتي التقشيره تكون عاليه. اذا ها السلسله كنلويو الخيط وكنخرجو من ديك العوينه، كتولي عندك سلسله. هذاك هو عدد السلاسل. بالنسبه لهذه ديال الوليد ديال البيبي اللي غندير، درت 20 عين انايا، 20 سلسله. هي عين، حنا كنقولو عين، هي سلسله. اذا انا درت 20 سلسله. ها انا قلت لكم الطول وطول الرجل والعلو شحال بغيتو، هذاك هو عدد السلاسل ديالكم. اذا غادي نزيد واحد السلسله وغادي نلوي الخيط ونجي الغرزه الثانيه، ماشي الاولى، الثاني، ماشي اللي لاصقه على الكروشيه الثانيه. خشيت الخيط ولويت وجبت عين. دابا بحال غنديرو نصف عمود، ولكن ما غنلويش الخيط ونخرجهم كامل، غنخرجهم غير ديك الثالثه، غنخرجها من جوج. هانتوما انا غادي نلوي الخيط، نخشي، نجبد الخيط، هاهي ولاو عندي تلاتة العيون فوق الكروشي. هاديك الأخرى اللي حدا هداك الكروشي غادي نخشي نجبدها من الجوج الأخرين. هادي هي الغرزة اللي غنديرو، ساهلة، عقلو عليها. هانشوف، واخا غادي نزرب شوية دابا، راه عندكم في التليفون وركو على دوك النقيطات وراها كتنقص السرعة، ولا في لوغديناتوغ في داك البوطونات اللي تحت كتوركو كتلقاو السرعة في الباغامتر ولا الاعدادات. ها انا كملت السطر، غديروا سلسله وتلويوا العمل ديالكم، تقلبوه غنخدموا الجهه الاخرى. اذا هانتو عندنا العين عندها جوج الخيوط، واحد القدام وواحد اللور. حنا غادي نخدموا على الخيط اللوراني اللي بعيد شي شويه، ماشي اللي قريب لينا، اللي بعيد علينا. هذاك هو فين غادي تبقاو تخدموا كلشي. الغرز اللي غنخدموهم دابا غيتخدموا في هذاك الخيط، ما غنخدموش فيهم بجوج. شفتوا هذاك بحال حرف في اللي عندنا، شي هذا الخيط دابا اللي بعيد راه تما فين غادي نبقاو نخشيو الكروشي. اذا ها انا خشيت الكروشي، جبدت ولاو عندي ثلاثه تاع الغرز، غنخرج ديك الاخره من دوك الجوج. هذه كتجي نصف عمود غير كامله، غرزه نصف عمود ولكن ما كاملاش. خشي الكروشي، جبد ولاو عندك ثلاثه العيون فوق الكروشي، الاخره خرجها من دوك الجوج. صافي، هذه هي الغرزه ديالنا اللي غادي ديروها باش تكملوا. هذيك هي اللي كتعطيك داك الشكل ديال الغرزه، الغرزه الانجليزيه، بحال هذيك اللي كنديروا في التريكو، الغرزه الانجليزيه، كوتون انجليز كيقولوا ليها. راه هي هذه، كتجي حتى هي غليظه بحالها، كتيره، كتجبد وسخونه زوينه. المهم غادي نكملو هاد السطر كامل، في الاخر السطر كنديرو سلسله وكنقلبو العمل ديالنا وكنبقاو غاديين. وغتبقاو ديرو عدد هاد السطوره على حسب اللي قلنا على الرجل ديالكم، حتى كتشد الرجل ديالك سمحوا لي، كتلوي هذاك الطرف اللي غتخدميه على الرجل ديالك، لقيتي تلويه ولقيتي راسك كتقدري تحركيه وكتقدري تخيطيه، عندك فين تخيطيه وتقدري تحركيه في يدك ولا في رجلك. اذا صافي، راه هذاك هو، هذاك هو العدد على رجلك، ما ديريش انت على يدك، انا درت على اليد حيت ديال البابا، ديري ديال على حسب رجلك.
وشوف شدي باش يتخيط صافي، الا تخيط لك وبقات لي تحرك تقدري تحركيه صافي، راه هذاك هو العدد ديال غتحبسي السطوره وغادي تجي داك الساعات باش ديري لذاك الرويس. هيا عندي هذه البيبي، شوف انا هي راه كانت كتبان صغيره هي كتخشى فيها رجل صافي. ها انا كملت شتو، هيا عندي مربع صافي ساهله ما كاينش، الا عرفتي الغرزه غادي يجيك الشيء الاخر ساهل، غادي نخدموها المربع بحال هكا صافي. دابا غادي نديروا ليه داك الراس الفوقاني، هذاك الرويس باش درتو، درتو بال غرزه الحشو، غرز الحشو، ولكن حتى هي على الخيط اللوراني ماشي على الخيوط بجوج، ما كنهزوش الخيوط بجوج، كنتخشاو غير في الخيط اللوراني غرزه الحشو. اذا صافي دابا كملت، غادي نحبس الخيط وغادي نمشي لواحد الجهه. دابا منين تنيتوها بحال هكا نتوما راكم عبرتوا على رجليكم وكتعرفوا فين هي الجهه اللي غتجيكم للصبع، اذا هذيك الجهه اللي غدير فيها الصبع تما فين غنخدموا غرز الحشو، غنهزوا العيون ونخدموا غرز الحشو. ما كاينش ما اصعب، ما كاينش ما ابسط من هاد التقاشر، هادو راه التقاشر ساهلين بزاف. اذا غادي نهز العيون، غنبقى نهز انا، غادي ندير فهاد الجهه عندي 20 سطر دونك خصني نهز 20 غرزه، كل سطر كنهز منه وحيده، راه ماشي مشكل الا درتو 19 ولا شي حاجه ماشي مشكل، المهم باش منين تنو باش يتكون لكم داك الرويس ديال جهه الصباع، هذا اللي كان. ومنين تجيو تهزوا الغرز ما تخليوش، ما ديروش هكا وتخليو ثقبه كبيره، لا حاولوا انكم تهزوا الغرزه وما تبقاش هذيك هكا تقابي صافي. غادي نكمل بحال هكايا، ها انا كنخشي الخيط كندير غرزه الحشو، شتي ها هي غرزه الحشو اللي ما تيعرفش اشوفك سهله، كتخشي الكروشي كتلوي الخيط، كتخشي الكروشي وكتجبد كيوليو عندك جوج غرز فوق الكروشي، كتلوي الخيط وكتخرجهم بجوج، هذيك هي غرزه الحشو شتي. غنخشي الكروشي غنجبد الخيط، ولا عندي جوج كنلوي الخيط وكنخرجهم بجوج. المهم انا شويه كان بالنسبه لك شي واحد مبتدئ راه غادي تجيه بالزربه، تقلوا لا فيت تقلوا السرعه ديال الفيديو باش تشوفي بشويه عليك. هاد القشر راه رخيصه للمبتدئات، راه ساهلين غير حاولوا معاهم وان شاء الله غادي تديروهم وسخونين. انا بالنسبه ليا اسهل ما يكون، ومع كيجيو طالعين وعتي راه السراول كيكونوا داك ديال الدار شي شويه كيقفزوا، اذا هذاك الطلعي راه كتغطي الرجل كامله. انا يعني دابا السطر الثاني غادي نشوف، هنايا درت هكا غرزه الحشو ولكن ما غنكملهاش، ما غنهبطش دوك الجوج، غنخشي في الثانيه. ها انا تابعه اللي غنبدا وعاد كنطيح هذوك الثلاثه بمره، هذه غرزه تناقص درت تناقص، غرزه ثانيه عاديه غرزه حشو عاديه، الثالثه حشو عادي وكنخدم غير على الخيط الاخراني اللي ليا، ما كنخدمش على الخيوط بجوج. لاحظوا معايا ها شتي دابا بحال غندير غرزه الحشو ما كنكملهاش، كنعاود نخشي بحال غندير غرزه اخرى، ودابا غادي نلوي الخيط وغنطيحهم كاملين في مره. ان شاء الله تكونوا يا ربي تكونوا كتهموني، ما كنزربش عليكم بزاف. دابا جوج كنخدمهم عاديين، ها انا ها الاولى، ها الثانيه غرزه حشو عادي ولكن غير على الخيط الطرفاني اللي لهيها. دابا غندير تناقص، ها شوف غنبدا الغرزه وما نكملهاش وندير الغرزه الثانيه ونطيح داك ثلاثه العيون في مره. دابا جوج غرزه حشو عاديين، جوج كنديرهم عاديين، وجوج كندير فيهم تناقص. شتي التناقص راه ساهل، انتما غير لاحظوا ردوا البال في الفيديو كيفاش كندير. غرزه عاديه هذه اللي حداها حتى هي عاديه غرزه حشو عاديه. دابا غادي نخشي الكروشي نجيب العين ومصافي ونحبس وندير الاخرى ثاني لا نفس الشيء، كيولي عندي ثلاثه الغرز فوق الكروشي نطيحهم في مره، هذاك هو التناقص. شفتوا دابا هاني دابا كنصوب ديك الجهه الصبيعات، غادي ندير سلسله وندور، هذيك السلسله اللي كنديرو راه ما كتحسبش غير كندورو بها باش كتسهل علينا ندورو، كنجيك وكنخدم ديريكت من في الاولى. ها نتوما تناقص كنخدم غير في داك الخيط الطرفاني اللي بعيد وكنشتي دا جوج غرز هادو عاديين. سطر سطر كندير فيه تناقص وسطر ما كنديروش فيه التناقص، كنخدمو غرز حشو عادي. دابا هاد السطر غرز حشو عاديه ما فيهش تناقص، سطر كتنقص فيه وسطر ما كتنقصش فيه. دابا هاد السطر غادي نديرو فيه تناقص،
وتبقاو تدوروا التقشيره باش تشوفوا باش ما تجيكم شي شويه. انا هذا ديال البيبي جاو بوينتو، قلت معليش. المهم غير باش تعرفوا ديال الكبار راه ما فيهمش، لانك تحبسي باش ما يجيوكش طوال مقنتين. المهم هذا حيت ما كاينش العيون بزاف دغيا ولاو بوينتو. المهم راك عرفت بوينتو هي عندهم داك الرويس، شفتوا التناقص. هنا دير جوج غرزات حشو عاديين، ها وحده ها الثانيه، هادو غندير فيهم التناقص. كنخشي ما كنكملش، كندير الثانيه حتى هي، عاد كنطيح العيون في مره. هذاك هو التناقص. صافي غادي نكملو حتى الاخر. يمكن لكم تحبسوا دابا، شتي دابا هو كيبان داك الرويس مدور، يمكن لينا نخيطوه ونحبسو، ولكن انا راني زدت كملت، ماشي مشكله. نتوما لكم الاختيار، شتي لا حبستيه دابا عادي يجي داك جهه الصبع مدور، ولكن جاوني غير جوج سطيرات جاني قليل، على داكشي زدت كملت انا. المهم نتوما ديروا داكشي اللي يعجبكم احسن، كنظن ما تحبسوا دابا وتاو تخيطوا، ماشي مشكله غادي يجي زوين. دابا هي غرزه سلسله، وغادي نبدا عاوتاني ندير الحشو، جوج حشو وجوج فيهم التناقص. لا وسطر قلت لكم سطر كنطيحوا فيه، وسطر ما كنطيحوش، كنخدموا غرز الحشو على داك الخيط اللي اللوراني بلا ما كننقصو. شفتوا غرز الحشو دابا راهم عاديين، ولكن غير على داك الخيط ديال العين اللوراني. هاد السطر انا غندير سلسله وندور، انا غنقلب على داك الخيط اللوراني باش كنخدم فيه. شتي كنخشي فيه الكروشي، دابا كندير تناقص. ها هما يا عاوتاني غنخدم جوج جوج عاديين، جوج تناقص، جوج عاديين، تناقص. صافي هذيك عاديه، نخدموها عادي غرزه حشو عاديه. صافي دابا غادي نحبسو. شتي شي شويه كيولي داك الرويس عندهم رقيوق القدام، انا غير باش يجيو بحال بحال. كان ممكن نحبس في السطر الاخر، فوالا تما كان ممكن نحبس هنا. صافي المهم دابا غادي نقطعو الخيط، وغادي ها هي صافي دابا التقشيره ديالنا تقريبا راه وجدت. دابا خصنا غير نخيطو، غادي نخيطوها. وهاد التقشيره ديالكم واجده سهله او بسيطه، ان شاء الله تعرفوا تصاوبوها. اللي كانت عندكم شي اسئله ولا شي حاجه ما كاين حتى شي مشكل، نعاودوها نشرح لكم ماشي مشكل. شتي خيطتها من داك من هذا، خيطتها من هاد التقشيره ديالنا موجودين. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وديروا شي تعليق. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.